الصوره دي صوره مهمه هتكلم عليها بصراحه. اتفضل يا كابتن. لكن بشكر كل اجهزتي قبل ما اتكلم على الصوره دي، لان الصوره دي خليها شويه يا سامي. الصوره دي صوره مهمه لازم اتكلم عليهم، ماشي، ودول حسن الختام بالنسبه لي. بشكر كل اجهزتي على سيزون محترم، بقول لهم احسنتم العمل وربنا اكرمنا، خلصوا النيه في اللي جاي، اتعبوا اجتهدوا من اجل اسعاد جماهير النادي الاهلي، من اجل اسعادكم الشخصي. بشكر مجلس ادارتي على تعبه معايا السنه دي، تعبتهم كتير بخلال الكابتن محمود الخطيب اكيد. بشكر كلهم فرد فرد واحد واحد، بشكر الاداره التنفيذيه، بشكر كل الادارات المتعاونه معانا في النادي الاهلي، لان فعلا كل الناس تعبت معانا. طبعا بقول لهم يا جماعه شكرا، ربنا اكرمنا، اكرمنا كلنا بسيزون مختلف، لكن اللي جاي صعب، اصعب كتير جدا جدا. عايزين نتحد تاني ونفضل متوحدين مع بعض عشان ربنا يكرمنا في اللي جاي. اخر صوره عندي، ودول رجاله النشاط الرياضي، ودي الناس اللي هي شغاله في الباك اريا زي ما بيقولوا يعني، او في المكاتب او في الباك اوفيس ايا كان. بشكرهم واحد واحد، بشكرهم. هي خلي بالك دول بعض شغالين في النشاط الرياضي، واخد بالك، من اول مصطفى صابر من الجنب اليمين، عصام المنيسي، بجوري، منا، انا، مدام هناء، هبه، محمود، وكابتن رضا، وفي الاخر شريف، ومعايا ناس تانية كتير، لكن بشكرهم فرد فرد، لان الناس دي بجد بتتعب، وانا عارف مدى اخلاصهم ليهم، وبقول لهم الحمد لله ربنا اكرمنا، نشد حيلنا مش هننام عشان نطلع السيزون الجديد باذن الله.